بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في سورة الأنبياء. وسورة الأنبياء سورة مكية، ومسألة المكي والمدني في القرآن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة واعبة، إلا إذا أتت النصوص صريحة صحيحة في الدلالة على مكية أو مدنية الآية. جعل معايير معينة للتمييز بين المكي والمدني، غالبا هذه المعايير لا تكون منضبطة، كأن يقال السورة إذا ورد فيها يا أيها الناس تكون مكية، ويا أيها الذين آمنوا تكون مدنية، هذا معيار غير دقيق. أو أن يقال بأن الآيات إذا كانت قصيرة وذات جرس متلاحق تدل على المكية، هذا معيار أيضا ليس معيارا دقيقا. والصحيح أن السياق هو الذي يدل على ذلك، والنصوص تدل على ذلك، كأن يدل النص أن هذه الآية نزلت في كذا أو كذا. وهذه السورة إذا قرأنا فيها نجد أن سياقها يدل على مكيتها، لأنها تناقش أمورا كثيرة أنكرها المشركون في مكة، مثل مسائل التوحيد والوحي والبعث والغيب ونحو ذلك. فهيا بنا نقرأ ما تيسر من هذه السورة المباركة. قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قوله تعالى اقترب للناس حسابهم، اقترب وقرب بمعنى دنا،
اقترب وقرب بمعنى دنا، ولكن الاقتراب أقرب في الدنو، يعني دنا دنوا كثيرا. يعني لو أن إنسانا مثلا، الأخ محمود مثلا، هو قريب مني، ولكن لو أن هناك شخص آخر وجلس بيني وبينه، يبقى ماذا؟ أكثر اقترابا، إذن اقترب مني. فقرب بمعنى دنا، واقترب بمعنى دنا، ولكن اقترب أي دنا دنوا كثيرا، أي كأن الساعة صارت قريبة جدا من الناس. الساعة صارت قريبة جدا من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة وما تليها. فهذا دليل على قرب الساعة. وقال ربنا عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. والعرب يجعلون زيادة المباني لزيادة المعاني. العرب يجعلون زيادة المباني لزيادة المعاني. فاقترب أي دنت الساعة دنوا عظيما. واقتربت الساعة للناس، لأن المكلفين هم المعنيون بالخطاب. المكلفون هم المعنيون بالخطاب، فالجزاء والحساب والحكم إنما يكون بين الناس. فإذا اقتربت ساعة الناس أوجب ذلك أن يجتهدوا في الطاعة والعبادة. وهذا الخطاب خرج مخرج الحث، ليكون ذلك أدعى إلى المجاهدة والمسارعة. فينبغي للناس أن تسارع إلى الطاعة، وأن تجدد العهد بالعبادة. ولكن ما الذي حدث؟ قال ربنا عز وجل: وهم في غفلة معرضون. هذه جملة حالية، والجملة الحالية فيها نوع من التخصيص. جملة حالية وهي اسمية. وهم في غفلة معرضون، والتقدير: وهم معرضون في غفلة. وهم معرضون في غفلة، الإعراض، الانصراف، وعدم الالتفات. لما إنسان يكلمك وبعدين لا تلتفت إليه، إذن أنت أعرضت عنه، أعرضت عنه. ولكن عندما تعرض عنه وتلعب وتضيع وقتك فيما لا يفيد، إذن أعرضت عنه وأنت ماذا؟ وأنت غافل. فالناس عندما أعرضت عن الساعة وما يلزم ذلك من العبادة والتوبة والأوبة، لماذا أعرضوا؟ لأنهم كانوا في غفلة، لأنهم كانوا في غفلة. والغفلة أحد مداخل الشيطان، والغفلة أحد مداخل الشيطان. فمدخل الشيطان منه الغضب، ومدخل آخر كالغفلة. وما هجم إبليس على أبينا آدم فأغواه بالأكل من الشجرة إلا بسبب ماذا؟ الغفلة، إلا بسبب الغفلة. قال ربنا عز وجل: فنسي ولم نجد له ماذا؟ عزما. لم يكن مريدا، غفل عن أمر الله عز وجل، فنسي، غفل، غفل. فالغفلة فيها النسيان. ولذلك صفة أهل الإيمان الذكر، وصفة غيرهم من العصاة ومن دونهم الغفلة، الغفلة. وصف ربنا عز وجل المؤمنين بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بينما
ذكر ربنا عز وجل المنافقين بقوله ولا يذكرون الله إلا قليلا، حتى لو ذكروا الله يكون ذكرهم قليلا. قليلا، انظر كلمة قليلا، لتسأل نفسك هل أنت من الذاكرين الله كثيرا أم من الذاكرين الله قليلا؟ احنا ايه بالضبط؟ ولله الحمد والمنة، من مواسم الخير شهر رمضان، لتجدد العهد بالخير ولتزكي نفسك ولتقيم نفسك قياما صحيحا بين يدي ربك سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. سبحان الله، الحي والميت، فإذا ذكرت الله أحيا الله تعالى لك قلبك. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب إنما يطهر من أدرانه وأوساخه وما يعلوه من شوب وكدر ببركة الذكر. فإذا غفلت وقصرت ونسيت أتت الأدران والأوبئة والأمراض فهجمت على ذلك القلب، فصار هذا القلب قلبا مرذولا، قلبا مرذولا. هذا القلب المرذول مستعد لقبول الفتن الظاهرة والباطنة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على ماذا؟ على الأيدي، على الأرجل، على البطون، على الظهور؟ لا، وإنما ماذا؟ تعرض الفتن على القلوب، على القلوب. فالقلب هو الموضع الذي يغزوه الشيطان. ده الشيطان جعل القلب ده هو المرمى، هو الهدف، يريد أن يصيبه في مقتل بنشا على القلب. ولذلك إذا وجد منك غفلة هجم على قلبك، وإذا وجدك ذاكرا نفر عن قلبك، كحال اللص. اللص إذا وجد أهل الدار متيقظين لم يستطع أن يقرب دارهم، وإذا وجدهم غارين غافلين اقترب منهم ودخل دارهم وسلبهم، وربما كان هجاما فقتلهم. سبحان الله، فكم من صريع لإبليس بسبب هذه الغفلة، كم من صريع لإبليس بسبب هذه الغفلة. فالله تبارك وتعالى يهيج المكلفين حتى لا يكونوا من جملة الغافلين، فيقول ربنا عز وجل: اقترب للناس حسابهم ويا أسفا وهم في غفلة معرضون. ثم يتوجه الخطاب إلى أهل مكة: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الذكر، فالقرآن ذكر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأفضل الذكر قراءة القرآن. أفضل الذكر قراءة القرآن، لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، والذي يقرأ القرآن كأنه يناجي ربه، وكأنه يتلقى الرسائل من ربه. وهذا كانت طريقة السلف، كانوا يقرؤون القرآن أنه رسائل لهم من الله، رسائل لهم من الله، لا يهزونه كهز الشعر، ولا يلفظونه بألسنتهم كما يلفظ الناس كلامهم الاعتيادي، وإنما هو رسائل من الله، رسائل من الله. هشام عكرمة ابن أبي جهل قبل أن يموت
قبل أن يموت كان يأخذ المصحف فيقرأ فيه ويقول هذا كلام ربي ويبكي. ومات شهيدا في غزوة أو في معركة اليرموك رضي الله تعالى عنه. سبحان الله. فالله تبارك وتعالى يجعل القرآن سببا عظيما من أسباب حياة القلوب. بعض الناس يقولون احنا عاوزين نشحن قلوبنا. سبحان الله، ليس هناك أفضل من كتاب الله عز وجل. الأمر لا يحتاج إلى دورة شحنية ولا دورة إيمانية أبدا. لا يحتاج منك إلا أن تأخذ المصحف لتقرأ فيه وتتدبر معاني آياته حتى ترتفع وحتى تكون موفقا. أما المشركون وغيرهم من المنصرفين عن الذكر الحكيم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. كلمة محدث دي كانت سببا في ضلال طائفة عظيمة من الناس. كلمة محدث، فابن أبي دؤاد وغيره من رؤوس المعتزلة الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل قالوا بأن المقصود بالمحدث أي المخلوق، فهذا دليل على أن القرآن ماذا؟ مخلوق. خطأ. ولكن المقصود بالمحدث الجديد، ومنه الحديث بمعنى الجديد. تقول هذا ثوب حديث، يعني ثوب ماذا؟ جديد. لا أحد يقول ثوب حديث بمعنى مخلوق، وإنما ثوب حديث بمعنى ماذا؟ جديد. فآيات الله تبارك وتعالى جديدة، جديدة أي جديدة النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن لم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، وإنما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 13 سنة، فنزل مفرقا منجما كمواقع النجوم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل آية أو مجموعة آيات أو سورة نزلت في مقام أو في حال أو في مكان أو في مناسبة عند نزولها هي جديدة بالنسبة لماذا؟ لما مضى أو لما سبق. فكل آية جديدة بالنسبة لما سبق، جديدة بالنسبة لما سبق، جديدة بالنسبة لما سبق. فهذا معنى كلمة محدث. ما يأتيهم من ربهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي من أي آية من آيات الله عز وجل أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا استمعوا هذا القرآن وهم ماذا؟ وهم يلعبون. سبحان الله. تجد يعني أمور الناس قريبة، نسأل الله تعالى العافية. تجد السواء، دي حدثت كلام ده منذ أكثر من 20 أو 25 سنة، وأكيد هذا الكلام يحدث كثيرا. أول ما طلعنا بالبيجو شغل عبد الباسط، قلت يا من تكرم يا رب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يدوبك عدينا سكة سندوب وراح مشغل عبد العليم حافظ، وكانت الاغنيه ديت في يوم في سنه في اسبوع في مش عارف ايه. وشويه لقيت السواق متاثر جدا، تقريبا كان يمر تقريبا يعني بامور نفسيه وعاطفيه قويه، كان الدموع تنحدر من عينيه. القران بيقرا وهو يتكلم مع زباين، كل واحد يجهز الاجره وكل واحد مش عارف ايه تعليماته. اول ما الاغاني اشتغلت الهدوء والصمت والسكينة والتأثر والانفعال. ما هذا الامر؟ عند القرآن يلعب الناس، وعند الغناء الذي هو قرآن الشيطان ينصت الناس. هذا امر عجيب، هذا امر عجيب. كان بعض المشركين إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن أخذوا في قص حكايات الأوائل
من حكايات هرمز ورستم واسفنديار، قصص وحواديت، عشان يمنعوا الناس من سماع ماذا؟ من سماع القرآن. القرآن جميل يأخذ بالألباب، والمشركون هم أهل فصاحة يفهمون المعاني على حقائقها، فإذا استمعوا القرآن تأثروا بالقرآن. فالرؤساء الكفر في مكة عملوا إيه؟ جابوا بعض الناس الذين عندهم علم بأخبار الأمم السابقة، قالوا ما احنا عاوزين أول ما محمد يقرأ القرآن صدوا الناس عن سماع القرآن، صدوهم عن سماع القرآن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، واحد قاعد يحكي بقصة مين؟ رستم أو هرمز أو اسفنديار أو قصص الفرسان من الرومان والإغريق والفرس، ليصرف الناس، فيتلاعب الناس ويضحكون ويهزؤون والقرآن يتلى. سبحان الله، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. نعم يسمعون ولكن لا يتأثرون ولا ينتفعون ولا يتدبرون. فهذه إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أأقرأه وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله ابن مسعود من أول سورة المائدة، من أول سورة النساء، فلما أتى إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الآيات، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان وقال له حسبك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب سماع القرآن. وهذه سنة من سنن التأثر بالقرآن، أنك عندما تنفعل وتعيش بالقرآن وتصل إلى مرحلة جميلة من التأثر، عينك تذرف، ليس هناك صراخ ولا عويل، وإنما هناك التأثر الجميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن سمع له أزيز كأزيز المرجل، هذا دليل على التأثر. لا بأس أن يكون الصوت مهدجا، لا بأس أن يبكي الإنسان بكاء يناسب ذلك المقام الشريف، لكن ما نسمعه من بعض الناس من العويل والصراخ، ياما الحقيني ياما، يابا، ما هذا الأمر؟ ويستدلون ببعض الآثار الواردة عن بعض المتأخرين، أنا منهم من كان يصعق أو يموت عند سماع القرآن. ليس هذا بالحال الأسد، ليس هذا بحال السلف من الصحابة والتابعين ومن قبلهم من النبي الكريم، وإنما الحال الأسد أن يكون القلب قويا بالقرآن، متأثرا به، منفعلا به. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فالذين لا يتأثرون بالقرآن دي مشكلة كبيرة جدا. قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وخاطب ربنا عز وجل الناس مركزا على أهمية القلب في تلقي الخطاب، فجعل القلب هو المكان الذي ينفعل، وجعل القلب هو المكان الذي يتأثر وبالتالي يوصف، وبالتالي يكون سليما أو مريضا أو ميتا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فالذي يتذكر بالقرآن ويخاف
بالقرآن ويحب القرآن هو صاحب القلب، هو صاحب القلب. ولذلك قال ربنا عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهناك قلب مريض، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فانظر كيف جمع الله تعالى بين النفاق وبين من في قلبه مرض، والعطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن مريض القلب ليس منافقا. مريض القلب ليس منافقا، هو مريض فيه مرض وفيه صحة. ده المريض زي بالضبط واحد عنده مرض في رجليه ولكن بيمشي وبيتحرك وحياته ماشية، كذلك إنسان عنده مرض في قلبه، إما ببعض الشك أو ببعض الجهل واتباع الهوى، فهذا المرض لابد أن يعالج. كثير من الناس في هذه الأزمان، ولست بأفضل منهم، إنما يشتكون من ضعف القلب، فلابد الإنسان أن يلتفت إلى قلبه وأن يصحح هذا القلب وأن يجتهد في إبراء هذا القلب من أمراضه وأدوائه. ثم قال ربنا عز وجل في حال المنصرفين عن القرآن الذين لا يتأثرون به: لاهية قلوبهم. شوف القلب ماله، القلب منصرف عن القرآن، فعبر عن الانصراف بسببه وهو اللهو. سبحان الله. ولذلك اللهو يصرف القلب عن مشاهدة الحقائق، اللهو اللهو يصرف القلب عن مشاهدة الحقائق. ولو استطعت أن تجعل نية صالحة في اللهو لكان ذلك خيرا وبركة. لو في واحد مثلا بيلعب رياضة، أثناء لعب الرياضة ممكن يكون قلبه في غفلة، طيب يعمل إيه؟ يجدد نية يصلح بها توجه القلب عند اللعب. يقول مثلا: أنا بلعب بحيث بدني يكون قوي، أستطيع تحمل أعباء الحياة وحمل أمانة الدين. إذا اللعب ده هو وإن كان لهوا ولكن يؤجر على ذلك اللهو، يؤجر على ذلك اللهو. كحال النائم، فالرجل إذا نام فإن قلبه يتوقف عن الإدراك، القلب بقى مش بيبقى غافل بس، بيتوقف عن الإدراك تماما. ومع ذلك إذا أحسنت النية في النوم أجرت بهذا النوم. وفي الحديث: وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. حديث معاذ بن جبل وحديث أبو موسى الأشعري، وهذا حديث معروف تكلمت عنه في غير مرة. لاهية قلوبهم، نعوذ بالله تعالى أن نكون من هذا الصنف، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على قلوبنا طهارة ونظافة. وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا. النجوى هو الكلام في السر والخفاء. ولو قال: وتناجى الذين ظلموا، لدل على المطلوب، ولكن كانت هذه النجوى في غاية من الخفاء، فقال: وأسروا النجوى. النجوى تدل على الخفاء عند الحديث، فعبر عن شدة الخفاء بقوله: وأسروا النجوى. ثم قال: الذين ظلموا، فهذا بدل من الفاعل في أسروا، وأسروا النجوى الذين ظلموا. ماذا قالوا؟ ماذا كانوا يقولون بينهم وبين بعضهم البعض؟ يقولوا إيه؟ بيقولوا: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ بيقولوا كلام ينفع يكون نبي بشر؟ ينفع يكون نبي بشر؟ ما ينفعش. ولو أراد الله أن يرسل
أنبياء لأرسل الملائكة. إذن هذا النبي ليس نبيا. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ محمد كان صغيرا ثم كبر صبيا ثم كبر شابا. محمد يسير في الشارع، يذهب إلى السوق، يتاجر، يأكل، يشرب، يتزوج. إذن هو بشر مثلنا، فكيف لبشر مثلنا أن يكون نبيا؟ هذا نوع من التحكم الباطل، تحكم باطل. لماذا؟ لأنهم عندهم أخبار عن أنبياء سابقين كإبراهيم وإسماعيل وموسى، ويعلمون أنهم جميعا بشر، فلماذا يتحكمون في حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الكبر وعدم قبول الحق. ولهذا بعض الكفار قالوا هذه الشبهة، فقال الله عز وجل على لسان الأنبياء: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. والسلطان هو الوحي. وهنا هل هذا إلا بشر مثلكم يرحمكم الله أفتأتون السحرة، دي كلامهم برضك، أفتأتون السحرة. الهمزة دي استفهام بمعنى الإنكار والتعجب. أفتأتون السحرة، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيه؟ ساحر، وأن القرآن سحر. والمقصود بالإتيان الاتباع. أتتبعون السحر الذي أتى به محمد؟ أتتبعون الساحر محمد وأنتم تبصرون وأنتم تعلمون أنه ساحر؟ سبحان الله. دايما لما الكلام بيكتر بعض الضعفاء يصدقون. الذي يقبل الكلام المكرر المرسل دون برهان إنما هم الضعاف من الناس. الكلام إذا تكرر تقرر إذا كان كلاما برهانا علميا، فلما يتكرر إيه؟ يتقرر. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى توحيد الله في مكة 13 سنة، 13 سنة في مكة، 13 سنة يكرر معاني التوحيد لتتقرر في نفوس الناس، لا بأس بذلك. لكن الكلام المرسل العاري من الدليل والبرهان لا يقبله إلا الضعاف من الناس، الضعاف من الناس. فإذا تكرر الكلام الضعيف المرسل لم يقبله إلا الضعيف، لم يقبله إلا الضعيف. في ناس بتصدق، ودي شغل الإعلام، ده شغل الإعلام. لما المعلومات تيجي كتير 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 في اتجاه واحد واحد واحد، الناس كلها بتتقبل المعلومة. ليه؟ لأن الكلام تكرر كثيرا فقبل الناس هذه المعلومة. يقال إن من أسباب غناء عائلة روتشيلد، ودي أكبر عيلة يهودية في أوروبا وأول بنوك بالطريقة الحديثة أنشأتها عائلة روتشيلد في أوروبا، إن من أعظم أسباب غناهم أنهم كانوا يملكون وسائل الإعلام، وكانت عندهم نوادي ليلية لاستضافة كبار الضباط في الجيش الإنجليزي. في الحرب العالمية الأولى تقدم الألمان في أول المعركة، ثم انهزم الألمان وتقدم الجيش البريطاني على الجيش الألماني، فأخذ الإعلاميون اليهود يثيرون في المجتمع بأن الجيش البريطاني يتقهقر، وأن ألمانيا قاب قوسين أو أدنى أن تدخل لندن. لندن دي عاصمة بريطانيا. إيه اللي حصل؟ الناس كلها باعت أملاكهم بثمن بخس.
البيت ابو مثلا 100,000 يتباع بكام؟ ب 3,000. ما الالمان هيخش البلد هيقتلوا الناس ويستولوا على الممتلكات، فلما انا اخد في البيت 3,000 احسن ما البيت يتهدم او ما اخدش اي حاجه. خلال ايام ظهرت الاخبار الصحيحه بان الجيش البريطاني هو الذي انتصر، فبدات العقارات تزداد اسعارها مئات الاضعاف. هم اشتروا من الناس بسعر بخس وبعد كده ايه؟ باعوا للناس بمئات والاف الاضعاف. فاصابهم الغنى الفاحش. يبقى ايه اللي خلى الناس تبيع املاكها؟ المعلومات المتكرره. الحوش قريبين جدا، تعال مش عارف ايه، تا في قوات اقتربت، تا في مفرزة ألمانية دخلت في شرق البلد، تا في معلومات كتيرة أرجفهم. فلما تكررت المعلومات قبلها الناس. ولذلك لا ينبغي للمرء أن يقبل المعلومة أيا كانت إلا إذا كانت وثيقة، إلا إذا كان البرهان عليها قائمة. قال ربي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قراءة قل ربي، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. إن ربي عز وجل يعلم قولكم وما اتهمتموني به من السحر، ويعلم نجواكم الذي تستسرون به، وهو السميع لأقوالكم العليم بأفعالكم وأحوالكم. أيضا من جملة ما أرادوا أن يصرفوا به الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، بل قالوا، هذا إضراب، والإضراب فيه معنى الإلحاق، يعني هم اتهموا بالسحر وألحقوا اتهمهم بسحر بماذا؟ بل قالوا أضغاث أحلام. الضغث هو العود الضعيف من أي شيء، العود الضعيف من أي شيء. وأضغاث الأحلام هي الأحلام الضعيفة المتهالكة المتداخلة التي لا معنى لها. ولذلك الملك لما قال للحاشية نبئوني بتأويله أيها الناس في هذه الرؤيا التي رأيتها، قالوا له وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قبلها قالوا إيه؟ أضغاث أحلام، أضغاث أحلام، كلام متداخل. إيه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وإيه سبع سنبلات خضر، وكمان سبع سنبلات يابسات، ده حاجات متفككة ومش جاية مظبوط، ده أضغاث أحلام، وبالتالي لن نؤولها. وهنا اتهموا القرآن الكريم بأنه ماذا؟ أضغاث أحلام. سبحان الله، وهذا كذب منهم، كذب منهم، بل افترى، بل إضراب في معنى الإلحاق. يعني بعد ما اتهموا القرآن بأنه أضغاث أحلام، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي افترى هذا القرآن، أي اختلق هذا القرآن، بل افترى. بل أيضا إضراب ثاني، بل هو شاعر. فالجماعة دول عاوزين يصرفوا الناس عن سماع القرآن. مرة تشككم في نبوته ورسالته، ومرة اتهموه بالسحر، ومرة اتهموا القرآن بنضغط أحلام، ومرة اتهموه بأنه شاعر، الله، سبحان الله، واتهموه بأنه قرآن مفترى وليس من عند الله. ثم بعد ذلك أرادوا أن يضيقوا الأمر فقالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. هذا أكبر دليل على أنهم يعرفون طرفا من أنباء أو من أخبار الأنبياء السابقين. الآيات لا يأتي بها نبي إلا بأمر الله. قل إنما الآيات عند الله، والله تبارك وتعالى لو أراد أن يأتي بآية لأتى،
ولكن الآيات يأتي بها ربنا عز وجل لإقامة الحجة وللتخويف. قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فقالوا ذلك، فكان الرد: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. هناك قرى كثيرة أهلكناها مع وجود الآيات، فما نفعتهم هذه الآيات؟ سبحان الله. وإلى عاد أخاهم هودا، جاب لهم آيات كذبوه. وإلى ثمود أخاهم صالح، جاب لهم آيات كذبوه. وسيدنا موسى آيات كثيرات، من أكثر الناس إتيانا بالآية سيدنا موسى، ومع ذلك كذب موسى. سبحان الله. وكذلك إبراهيم الخليل عندما رأوا النار التي كانت بردا وسلاما، آية عظيمة، أيضا كذبوا نبي الله تعالى إبراهيم، فآمن له لوط، لم يؤمن به أحد. وكل الأنبياء ما أرسل الله نبيا إلا عززه بالآيات الباهرات، ومع ذلك ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. يبقى أهل مكة لو جبنا لهم آياتهم لا يؤمنون، فهذا استفهام تعجب. ومع هذا أجر الله تبارك وتعالى لنبيه الآيات العظيمات من غير القرآن لتكون حججا على المشركين، كانشقاق القمر. وهناك براهين كثيرة على معجزاته صلى الله عليه وسلم، فما آمنوا وما رجعوا. وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رجالا نوحي إليهم. ده رد على قولهم: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فقال ربنا عز وجل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دلالة على أن من جهل شيئا سأل من يعلمه. وما جعلناهم جسدا، أي الأنبياء، وما جعلناهم جسدا، أي ما جعل الله تعالى الأنبياء المرسلين جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. كل الأنبياء ما خلدوا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، فالأنبياء لم يخلد منهم أحد. حتى عيسى رفعه ربنا عز وجل إلى السماء، ثم سيعود في آخر الزمان حكما عدلا قسطا مقسطا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويدعو إلى الإسلام، فيمكث في الأرض ما شاء الله له أن يمكث، ثم يموت، كله سيموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما فيش حد سيبقى أو سيدوم، كل من عليها فان. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، الأنبياء ليسوا أجسادا مفرغة مكتفية بأنفسها، بل هي أجساد تأكل وتشرب وتأتي عليها العوارض من النوم والضعف والخور والمرض والموت. ثم قال ربنا عز وجل: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء. صدق ربنا عز وجل مع أنبيائه الوعد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. تأمل في كل قصص الأنبياء سنجد أنه في نهاية كل قصة أهلك الله تعالى الكفار ونجى الله تعالى الأنبياء ومن معهم. وهذا قوله تعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم، أي أنجينا الأنبياء ومن نشاء من أتباع الأنبياء
وأهلكنا المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم في معصية الله والكفر بالأنبياء. ثم يختم هذا السياق بهذه الآية القرآنية النورانية المباركة التي ينبغي أن نحفظها جميعا، وهي قول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. المقصود بالذكر هنا هو الشرف، شرف أهل الإسلام وشرف الملة موجود في كتاب الله عز وجل، موجود في كتاب الله عز وجل. ولذلك عندما نقرأ المراسلات التي حدثت بين وزير المستعمرات الفرنسي وبين رئيس الوزراء الفرنسي، رئيس الوزراء الفرنسي بيعتب على وزير المستعمرات الفرنسي: احنا عاملين لك اعتمادات كبيرة من اجل صرف المسلمين عن الاسلام، ومع ذلك المسلمون لا زالوا مستمسكين بالاسلام. الغينا في الجزائر اللغة العربية، هدمنا المساجد، اضعنا التعليم الشرعية، اغلقنا المعاهد الاسلامية، جعلنا الاعلام بعيدا عن اي حس ديني اسلامي، غيرنا المجتمع تغييرا فرنسيا ليتخرج الناس مفرنسين، ومع ذلك لم يتفرنس الجزائريون. ليه؟ يقال ان سبب المسألة ديت انهم اخذوا مجموعة من الشباب والشابات اعدوهم في فرنسا بعثة لمدة 10 سنين، رأس وضنس واغاني بقى وبتاع وخمرة وكل حاجة، فظنوا ان بعد 10 سنين الاولاد دول هيبقوا ايه؟ ممسوخين تماما. فارادوا ان يقروا عين رئيس الوزراء والرئيس باخراج النتاج الاول من التجربة الفرنسية، فادخلوهم على قاعة المسرح وطلبوا انهم يخشوا، فدخل الاولاد يكبرون ويقولون لا اله الا الله، ودخلت الفتيات يلبسن الحجاب فاسقط في ايديه. رئيس الوزراء: يا وزير المستعمرات، احنا ضيعنا الملايين ولم تأتي هذه الملايين بأي ثمرة. قال: ما دام هذا القرآن بأيديهم لن نقدر على المسلمين. يا سبحان الله، شوف الكفار، القرآن بس. ولذلك أتعجب من الناس الذين يحاولون أن يقحموا أمورا أخرى غير التعليم وغير التوجيه وغير الوعظ، يقول لك لابد من القتل وسفك الدماء، ولا صوت إلا صوت الرصاص، ماشي، وحسوهم مش عارف ايه، والذبح مش، هذه المسائل ما أتت بخير، ما أتت بخير. ولو قرأنا تجربة الشعب الجزائري في حمل رسالة الإسلام سنجد أنها كانت تجربة رائعة، علماؤهم ربوهم على القرآن، سبحان الله، قصة طويلة عريضة. فأراد ربنا عز وجل أن يذكرنا يا أمة الإسلام بشرفنا، ليس الشرف بعلو المناصب ولا كثرة الأموال ولا الوجهات بين الناس، فإن هذا كله من جملة الفاني، وإنما قال ربنا عز وجل: لقد أنزلنا إليكم يا أمة الإسلام كتابا وهو القرآن الكريم فيه ذكركم أفلا تعقلون. نسأل الله تعالى أن يشرفنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتلونه ويفهمونه ويتدبرونه ويعملون به، وأن يهدينا وأن يهدي أبناء المسلمين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.